تنسني، تقدم كل لاعبي تورينو للأمام، رأسية خطيرة 1-0، جول جول فعلها التورو، فعلها في الدقائق الأولى، يطلق النار مبكرا، تورينو يسجل آخر فوز، هو من يبدأ ويقص شريط افتتاح هذا الديربي. سجل كرمو، فرنسي الجنسية إيفوار الأصل، الكرة بتصل في شباك اليوفي. 1-0، يا لها من بداية، يا لها من بداية غير متوقعة. يريد العودة بشكل سريع، دي ماريا ينتظر تحرك من كوستيتش، كوستيتش يهرب، كوستيتش يقوم بضغط الجزاء، خطيرة هذه الكرة العرضية. عاد اليوفي، عاد اليوفي، سجلت لافيكيا سينيورا، سجلت السيدة العجوز، عادوا في الديربي. نعم، اللي يعمل ضمن طاقم غوارديولا في السيتي، الديربي اللي يذكرنا بهاتريك فيالي، يذكرنا بالتأكيد بثنائية ديليبيرو، بالهدف القاتل لأندريا بيرلو، ويذكرنا بهذه الكرة القوية في شباك تورينو. سجل كوادرادو، كرة كان إلى إليتش يبحث عن كرة عرضية خطيرة، الله، التورو يخطف هدف ثاني عن طريق سنابريا، سنابريا بلمسة معلمين كبار، يسجل سنابريا، يخطفها، يخطفها سنابريا. الكرة وصلت في هذا المكان، الله يا إليتش، الله يا إليتش، ماذا تفعل، ماذا تفعل يا بريمر، كيف هرب سنابريا وكيف سجل الرقم 9، يسجل في مرمى اليوفي هدف ثاني في شوط المباراة الأول. أم كوستيتش في اللقطة الماضية أو في هذه اللقطة، نعم، هذه كرة من دي ماريا، راسية، مش ممكن، جول 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 جول، فعلها اليوفي، وعاد اليوفي بتقاليده وبتاريخه وبجمهور الذي ينفجر في رياض، جول، هدف ثاني لبيانكو نيري في كرة القدم الإيطالية. اضرب من سجل، دانيلو، 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 نعم، دانيلو هو من سجل، دانيلو من وصل، هو من عاد اليوفي قبل نهاية المباراة. إنه اليوفي يا سادة، إنه السيد العجوز، الكرة في القائم، هل عبرت، هل وصلت، هل تخطط خط المرمى يا فانيا؟ نعم، الفار يؤكد ذلك. الفوز 2-1 في 95، هذه كرة للأمام، الله، مش ممكن يا بريمر، بريمر سجل هدف ثالث في شباك تورينو. من انتقل هذا الصيف، من انتقل هذا الصيف من تورينو إلى اليوفي، يسجل في مرمى تورينو الآن بكرة رأسية. نعم، هو أول أهدافه، أعتقد أول أهدافه في بطولة الدوري، كرة على يمين فانيا سافيج، هدف ثالث لمصلحة اليوفي في وقت الحديث عن الدقيقة 70. هو تخصص اليوفي أن يسجل في مرمى تورينو في هذه الدقائق، لأنه في 8 من آخر 9 دربيات سجل اليوفي على الأقل هدف واحد، الآن يسجل بريمر في الدقيقة 70 70 70. نعم، يقفز عاليا، يضرب كرة رأسية، يسجل على يمين فانيا سافيج، يشاهدها وهي في المرمى، يفعلها المدافع البرازيلي بريمر. فجولي، كرة ثابتة، كوستيتش هو الأقرب لهذه الكرة، عالية للأمام، خطير، الله، روبيو يطلق الرصاصة الأخيرة، يسجل هدف رابع في مرمى تورينو. مرة أخرى يثبت كوستيتش بأنه ملك الأسيست في الدوري الإيطالي، ملك الأسيست يا كفار، اعذرني، هو كوستيتش اللي يصل لثامن صناعة هذا الموسم، ورابيو يسجل هدف الخامس في بطولة الدوري. نعم، كوستيتش هو من صنع الهدف الرابع